السلام الله عليكم، أهلا بكم متابعي ومشاهدي إكسترا نيوز. لقاء يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم، بنرصد فيه أهم الفعاليات والأخبار كل ما يخص أهالينا في مختلف المحافظات المصرية. هنبدأ مع حضراتكم بجولة مع مراسلين علشان نطمن منهم على أحوال الطقس في عدد من المحافظات والاستعدادات الكبيرة اللي بيتم اتخاذها للتعامل مع الطقس السيء في هذه الأيام. البداية بينضم لنا هاتفيا زميلي محمد حفيظ مراسل إكسترا نيوز في بني سويف. أهلا بك يا محمد، وتفاصيل أوفى لديك. يعني مساء الخير محمد، ومساء الخير على السادة المشاهدين. يعني شهدت مراكز محافظة بني سويف بمراكز السبع اليوم حالة من الطقس الغير مستقر منذ الصباح الباكر، يعني بصاحبة موجة من الطقس البارد والتي يشعر بها المواطنين، ورياح شديدة بصاحبة نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان. محافظة بني سويف أعلنت عن رفع درجة الاستعدادات في القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث خلال الساعات القادمة نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. كمان خليني برضه أقول لك إن هناك انعقاد مستمر لغرفة عمليات الرأسية بديوان عام محافظة بني سويف وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي بلاغات واختيار غرفة العمليات الرأسية أول بأول. كمان برضه المحافظة أعلنت عن جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية وانتشار لسيارات الكسح وشفط المياه في الشوارع والمناطق التي كان يمكن أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط الأمطار. كمان برضو المحافظة أعلنت أنها تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف بمراكز المحافظة السبع وأنها بتعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة. الفترة اللي فاتت محافظة بني سويف يعني شهدت رفع كفاءة مخر صنور بشرق النيل ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية باعتمادات يعني كلفت 286 مليون جنيه ضمن الحلول الفنية اللي بتستهدف دعم قدرة مخر سير صنور. يعني خليني برضو أخيرا أقول لك محمد إن محافظة بني سويف بتستعد بكامل قوتها للتعامل مع موجة الطقس الغير مستقر أو أي أحداث قد تحدث خلال الفترة القادمة. لكن حاليا الحمد لله الحركة المرورية بتتم بسهولة ويسر، ما فيش أي مشاكل؟ لا لا، الحمد لله الحالة المرورية بتشهد سيولة بجميع أنحاء شوارع محافظة بني سويف. بشكرك زميلي محمد حفيظ مراسل إكسترا اليوم، كنت معايا هاتفيا من بني سويف. نتجه شمالا نحو محافظة مطروح وهنتابع حالة الطقس هاتفيا مع زميلتي ياسمين شعيب مراسلة إكسترا نيوز في مطروح. أهلا بك ياسمين وتفاصيل أكتر. تحياتي لك ولجميع مشاهدي إكسترا نيوز. مدينة مرسى مطروح بتشهد حاليا طقس غير مستقر وسقوط للأمطار من حين لآخر وانخفاض في درجات الحرارة. تم رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر وتلقي بلاغات المواطنين وحلها على الفور. الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة لتواجد رؤساء الأحياء والمدن ميدانيا لمتابعة أعمال إزالة مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح استعدت ب 84 سيارة ومعدة ومعدات شفط مياه عملاقة لإزالة مياه الأمطار في 8 مدن. مجلس مدينة مرسى مطروح استعد أيضا ب 10 سيارات كسح وماكينات لإزالة تجمعات المياه، بالإضافة لاستعداد سيارات قوات الحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ. ومن خلال متابعتنا الميدانية بنؤكد أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة مطروح جاهزة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر، وسنوافيكم بالمزيد بشأن حالة الطقس في المحافظة حسب التطور. لكن ياسمين حاليا في شتاء في مطروح؟ حاليا الطقس مستقر. أشكرك شكرا جزيلا زميلتي ياسمين شعيب مراسلة إكسترا نيوز في مطروح، كنت معايا هاتفيا من مطروح. قريبا نتجه إلى محافظة الإسكندرية ومعنا هاتفيا إبراهيم فوزي مراسل إكسترا نيوز في إسكندرية. أهلا بك يا إبراهيم وتفاصيل أكتر عندك. مساء الخير محمد. مساء النور. متابعي ومشاهدي قناة إكسترا نيوز، تشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى اليوم نشاط كبير في حركة الرياح
وسقوط الأمطار الشديدة إلى المتوسطة، مما ترتب عليه حدوث تراكم مؤقت لمياه الأمطار في الشوارع. ولكن قامت الجهات المسؤولة بالتعامل وشفط المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كما يتم التعامل مع الشوارع الفرعية. على حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار تأثير الهواء البارد على كافة الأنحاء تنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد، وتكون درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 درجات. الرياح نشطة تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فقد قامت بدفع عدد 124 سيارة شفط ومدمجة، وعدد 22 بدال، وعدد سيارتي عصير. تم تمركز إحداهما شرق المحافظة والأخرى غربها، وذلك في حالة الاحتياج لهم. عن مينائي الإسكندرية والدخيلة، فكان قد تم إغلاق البوغاز منذ الساعات الأولى اليوم وحتى الآن، مع استمرار الرصدات الجومائية، وهي عبارة عن قياس ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وهما غير مناسبان لحركة التداول ودخول وخروج السفن من البوغاز. أما عن شركة نهضة مصر لجمع القمامة في الإسكندرية، فتم التنبيه على جميع العاملين بضرورة التعاون التام مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، والتدخل الفوري في كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب مطبق أو شنيشة، والإبلاغ الفوري عن مناطق غرق المياه. كان النهاردة من أهم تداعيات موجة الطقس السيء في الإسكندرية أن أحدثت الأمواج العاتية تشقق جزء من الرصيف وميل في سور شاطئ في نطاق حي المنتزه أول، وكان هناك تحرك عاجل من الأجهزة المختصة، وتم البدء الفوري في معالجتها. طبعا محافظ الإسكندرية النهاردة كان في تصريح حول هذا الحادث، طبعا أكد أن نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بشكل غير عادي أحدث تآكل لجزء من شاطئ إدوار خراط، أدى إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 متر، وأكد على أنه تم التنسيق الكامل الفوري مع جميع الأجهزة المعنية، وتم البدء في معالجة الصور. إليك يا محمد. يعني إبراهيم كلمني، قلت أنه في تشققات حصلت، عايزين نأكد المعلومة بس. بالطبع هناك تشقق في رصيف في شاطئ يدعى إدوار خراط. هذا الشاطئ متواجد في نطاق حي المنتزه أول، ده كان نتيجة ارتفاع الأمواج بشكل كبير، وطبعا ده أدى لتآكل جزء من الشاطئ. من طب رصيف في مشكلات حصلت أو حاجة؟ لا يوجد حتى الآن أي مشاكل. الحمد لله. طيب الطرق السريعة مصر اسكندرية الصحراوي ومصر اسكندرية الزراعي؟ لا يوجد أي مشاكل، لا يوجد أي حوادث، يوجد سيولة مرورية بسبب تواجد سيارات شفط المياه في كافة المحاور الرئيسية والطريق الزراعي والطريق الصحراوي، كما نوهت من قبل عندما قامت شركة الصرف الصحي بدفع عدد 124 سيارة بين شفط ومدمجة للتعامل الفوري لأي تجمعات المياه. طبعا تم التعامل كامل بالنسبة للشوارع الرئيسية والمحاور الرئيسية، ولكن الشوارع الجانبية يتم التعامل معهم حتى الآن. أنا عارف أن المواطن السكندري متعود على جو الشتاء والنوات وما إلى ذلك، لكن ربما يكون طقس هذا العام شوية مختلف. إبراهيم، الناس بتتعامل إزاي في الشارع مع الشتاء هذا العام؟ بالطبع كعادة السكندريين الاستمتاع بطقس شتوي جميل، يقوم السكندريين بالتنزه على الطريق الشاطئ بطريقة عادية جدا، لا ما فيش أي مشكلة بالنسبة لسقوط الأمطار أو حتى سرعة الرياح التي قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. الرياح شديدة جدا، الجو في حالة اضطراب كامل، ولكن السكندريين في حالة تعود تام على هذا الجو. أشكرك شكرا جزيلا زميلي إبراهيم فوزي مراسل إكسترا نيوز في محافظة اسكندرية، كنت معنا هاتفيا. هنروح من اسكندرية لمحافظة القليوبية، وهيكون معنا هاتفيا الزميل إبراهيم جودة مراسل إكسترا نيوز في القليوبية. أهلا بك يا إبراهيم، وتفاصيل أكتر عندك. أهلا بك محمد وجميع السادة المشاهدين. هو بالفعل تعرضت محافظة القليوبية اليوم لحالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية. المحافظة شهدت رياح شديدة البرودة محملة بالأتربة وسط انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة، يعني سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم 16 درجة
والصغرى 9 درجات. محافظ القليوبيه اللواء عبد الحميد الهجان وجه بالاستمرار في رفع حاله الطوارئ لمواجهه اي تداعيات قد تنتج بسبب موجه الطقس السيء التي تشهدها المحافظه وفقا لتوقعات خبراء هيئه الارصاد الجويه. المحافظ وجه بانتشار جميع الفرق ومعدات التدخل السريع للتعامل على مدار الساعه مع الظروف الجويه وانعقاد غرفه العمليات الفرعيه بالمراكز والمديريات بصفه مستمره لتلقي اي بلاغات على مستوى المحافظه. بدورها ايضا قامت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه بالدفع بنحو 80 سياره مجهزه لشفط مياه الامطار والتي شهدتها المحافظه بعد ظهر اليوم بمدن زي كفر شكر بنها طوخ، بالاضافه الى تكثيف فرق الطوارئ لمتابعه حاله الشوارع والميادين الرئيسيه تزامنا مع عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. يعني خلينا ناكد ان موجه الطقس السيء بشكل عام لم تؤثر على الحياه اليوم بمحافظه القليوبيه. الحركه المروريه منتظمه على الطرق السريعه والمحاور الرئيسيه خاصه على طريق القاهره الاسكندريه الزراعي، طريق الدائري، محور بنها شبرا الحمر. كل هذه الطرق والمحاور كانت تعمل بشكل منتظم حتى الان. غرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظه لم تتلقى حتى الان اي بلاغات بشان وقوع اي حوادث مروريه او حدوث اي تداعيات بسبب سوء الاحوال الجويه. يعني هذا كل ما لدينا فيما يخص طقس القليوبيه اليوم بمحافظه القليوبيه. وعاوز اليك يا محمد ابراهيم، بتتكلم عن شتاء ام رياح واتربه ولا الاثنين مع بعض؟ لا، المحافظه شهدت رياح النهارده، رياح شديده البروده محمله بالاتربه في الساعات الاولى من صباح اليوم، وثم شهدت المحافظه بعد ظهر اليوم سقوط امطار خفيفه الى متوسطه يعني على مناطق مختلفه مش على مستوى جميع انحاء المحافظه. ولكن حركة الناس، التعاملات في السوق، البيع والشراء والذهاب للعمل، هل في تاثر؟ هو بالفعل يعني حركه البيع والشراء في الاسواق تاثرت في صباحا بسبب بروده الجو والرياح الشديدة، يعني وعزوف معظم المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم عادت بعد ذلك في آخر النهار الحياة إلى طبيعتها خاصة بعد سطوع الشمس وهدوء الرياح نسبيا خاصة بعد سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق مختلفة على مستوى المحافظة. لكن بتؤكد إبراهيم أنه الحمد لله الطرق السريعة الرئيسية ما فيش فيها أي مشاكل وفي سيولة في الحركة المرورية. لم تتلقى غرفة العمليات أي بلاغات، جميع الطرق والمحاور على مستوى محافظة القليوبية تشهد سيولة مرورية منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظة وحتى الآن. بشكرك شكرا جزيلا زميلي إبراهيم جودة مراسل إكسترا نيوز في القليوبية. ومكملين مع حضراتكم وشبكة مراسل إكسترا نيوز الحديث عن أحوال الطقس في المحافظات المختلفة. المرة دي عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس في محافظة الجيزة مع زميلتي شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. أهلا بك شيرين، وتفاصيل أكتر عندك. بالفعل من محافظة الجيزة والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال شرق أوروبا والتي تمر بالبحر المتوسط ومنها إلى جميع أنحاء الجمهورية. ويعني هناك نشاط للرياح هو ما يزيد الإحساس بالبرودة فضلا عن تكاثر السحب المتوسطة في السماء. هذا بالنسبة للوضع على الأرض، يعني بنشهد يعني الناس في الشوارع بيرتدون الملابس الثقيلة في هذه الأثناء لمواجهة يعني هذه الدرجات الباردة من الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات على مستوى القاهرة الكبرى بشكل عام. إذا تحدثنا عن الاستعدادات التي اتخذتها محافظة الجيزة لمواجهة هذه الموجة غير المستقرة من الطقس، فنجد أن هناك تكليف للأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالة من الطوارئ أو أي حادث ينجم عن هذه الموجة غير المستقرة من الطقس. هناك أيضا تكليف لرؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ نتيجة لهذه الموجة غير المستقرة، بالإضافة إلى هناك انعقاد دائم ومستمر لغرفة العمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين باستمرار مثل تجمعات المياه أو ما إلى ذلك من الإجراءات أو قد ما ينجم عن موجة الطقس غير المستقر. كما هناك أيضا عمل مراجعة مستمرة لبلوعات صرف الأمطار وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة
للتأكد من تغطية كافة الأسلاك، بالإضافة أيضا إلى المراجعة على اللافتات الإعلانية والبنرات للتأكد من تثبيتها وعدم يعني تأثرها بالرياح أو تحركها نتيجة للرياح التي تشهدها البلاد خلال هذه الأونة. ربما هذا هو المشهد لدي، أعود لكم في الاستوديو مرة أخرى. أشكر زميلتي شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من الجيزة. يعني ما بنروحش بعيد، نروح لمحافظة القاهرة وتفاصيل أكتر حول حالة الطقس مع زميلي إبراهيم عزت. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، نتحدث إلى حضراتكم فيما يخص حالة الطقس هنا في محافظة القاهرة. انخفاض ملحوظ بالتأكيد في درجات الحرارة وأيضا سرعة الرياح بتزيد من الإحساس ببرودة الجو. نتحدث إلى حضراتكم فيما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية بدورها حذرت من الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد اليوم وغدا، وأنها تتوقع أن غدا ستكون هي ذروة هذه الفترة التي نعيشها خلال هذه الأيام. أيضا إذا تحدثنا عن درجات الحرارة والمحافظات التي تشهد هذه يعني البرودة في الجو، نتحدث عن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة أنه هيكون شديد البرودة على جنوب البلاد. هناك بعض التحذيرات وهناك بعض التعليمات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية. أيضا مشاهدينا نتحدث عن يعني عدم يعني الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية يعني مع زيادة سرعة الرياح وما إلى ذلك، ربما يتعرض من يقف تحت هذه اللوحات إلى الخطر. وأيضا نتحدث عن أعمدة الإنارة، وجهت بعدم الوقوف والابتعاد عن يعني أعمدة الإنارة خلال هذه الفترة، فضلا عن ارتداء الكمامات أثناء النزول خلال هذه الفترة. أما عن حركة المواصلات بصورة عامة فهي بتعمل بصورتها الطبيعية تماما، إن كان هيئة النقل العام أو حتى المواصلات الجامعية كمترو الأنفاق بيعمل بصورته الطبيعية، لم يتأثر بهذه الموجة أو بحركة الرياح يعني خلال هذه الفترة. وأيضا الطرق السريعة، إن كنا نتحدث عن طريق القاهرة السويس وهو الطريق الذي يعني خضناه يعني أثناء تواجدنا هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، أيضا هناك يعني سيولة مرورية في هذه الطرق السريعة مع هذه التقلبات الجوية التي نعيشها. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا مع حضراتكم هذه هي الصورة من العاصمة الإدارية الجديدة ودرجة الحرارة وحالة الطقس فيما يخص محافظة القاهرة. أما الآن مجددا سنعود إلى الزملاء في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا زميلي إبراهيم عزت، وتفاصيل أكتر هنعرفها من داخل هيئة الأرصاد الجوية مع زميلي تيموثي إيهاب مراسل إكسا نيوز من هناك. نعم بالفعل، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشعور بالبرودة انتاب المصريين في مختلف المحافظات الآن. للوقوف على تفاصيل الحالة الجوية وحالة الطقس أقف الآن داخل مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومعي الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان برحب بحضرتك، ولو تكلمينا عن يعني حصاد اليوم وأسباب هذه الحالة الجوية. أهلا بحضرتك أستاذ تيموسي من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر. بالفعل بيأثر على جمهورية مصر العربية ودول الشام وأيضا منطقة شرق أوروبا منخفض جوي متعمق جدا بشكل كبير في طبقات الجو العليا، قيمة الضغط منخفضة جدا، وزي ما بتتضح من الخرائط الجوية دي مكان وحركة المنخفض الجوي، ده بيؤدي إلى سرعات عالية جدا من الرياح. بتصل سرعات الرياح على ساحل البحر المتوسط ما بين 60 و80 كيلومتر على الساعة على المناطق الداخلية من جمهورية مصر العربية زي القاهرة والوجه البحري ومناطق من جنوب البلاد وأيضا سيناء، بتتراوح سرعة الرياح ما بين 40 و60 كيلومتر على الساعة. وزي ما احنا شايفين من خلال خرائط اتجاهات الرياح وسرعة الرياح، ده بتوضح ارتفاع الأمواج اللي وصل على البحر المتوسط من 6 متر إلى 4 متر، فده طبعا الموج مضطرب جدا وحركة الملاحة البحرية غير مهيئة تماما على ساحل البحر المتوسط. ده مستمر معنا اليوم وغدا إن شاء الله. حالة اضطراب
اضطراب الملاحة البحرية وأيضا نشاط الرياح. طبعا نشاط الرياح بيؤدي أيضا إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس. فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 16 درجة، الصغرى هذه الليلة المتوقعة 9 درجات. مع نشاط الرياح بيؤدي إلى مزيد من الإحساس بالانخفاض، يعني 16 درجة ممكن نشعر بها وكأنها ما بين 12 و13 درجة، والصغرى ممكن توصل الإحساس بها ما بين 7 و8 درجات بسبب نشاط الرياح. مش بس كده، مهم جدا أيضا أن احنا نتكلم عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من خلال صور الأقمار الصناعية اللي بتوضح وجود سحب منخفضة ومتوسطة وركامية على بعض المناطق الشمالية من الجمهورية، بتؤدي لسقوط أمطار حاليا ما بين متوسطة وغزيرة على العديد من المحافظات الشمالية. بالفعل الأمطار بتأثر على محافظة الأسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح، ثم تتجه إلى دمياط وبورسعيد خلال الساعات القادمة، وأيضا باقي محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية خلال فترات المساء إن شاء الله. أيضا هذه الحالة مستمرة معنا غدا إن شاء الله. بالنسبة للأمطار وبالنسبة لكميات الأمطار، مستمرة ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، وخفيفة المتوسطة على الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى، مع استمرار نشاط الرياح واستمرار أيضا اضطراب الملاحة البحري. طيب في ظل يعني كل هذه الظروف اللي حضرتك بتتكلمي عنها، يعني ايه اهم النصايح اللي ممكن الناس تاخد بالها منها علشان تتفادى اي اضرار ممكن تحصل من هذه الحالة الجوية؟ طبعا نصايحنا لكل السادة المواطنين، اولا اهم شيء الابتعاد تماما عن اي انشطه بحريه، ويمكن تم ايقاف العديد من المواني على ساحل البحر المتوسط بسبب ارتفاع الامواج وسرعه الرياح العاليه. ممنوع الصيد وعمليات الصيد والملاحه اليوم وغدا ان شاء الله، تبدا تهدأ يوم الخميس ان شاء الله الملاحه البحريه. طبعا تجنب الوقوف تحت اي لوحات معدنيه او اشجار او مباني متهالكه وعمارات وبلكونات متهالكه، تجنبا لسقوطها لا قدر الله، وايضا تجنب ركن السيارات اسفل هذه الأشياء تجنبا لسقوطها. مهم جدا ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سواء أثناء فترات النهار أو أيضا أثناء فترات الليل. القيادة تكون بهدوء على الطرق في الأماكن اللي فيها سقوط أمطار، وخاصة المناطق الشمالية اللي فيها سقوط أمطار غزيرة. أيضا إثارة الرمال والأتربة هتكون بسبب نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء، فمهم ناخد بالنا والقيادة تكون بهدوء على الطرق نظرا لتدني الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة. متابعة النشرة الجوية أول بأول، لأن لو في أي تغيير أو تحديث في الأحوال الجوية هيتم نشره وبثه مباشرة لجميع السادة المواطنين، وإن شاء الله تعدي التقلبات الجوية بسلام على كل المصريين. إن شاء الله دكتورة، بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا كانت هذه متابعة لحالة الطقس والحالة الجوية اليوم. عودة مرة أخرى إلى الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا زميلي تيموثي إيهاب من داخل هيئة الأرصاد الجوية. نتجه جنوبا بعد الشيء إلى الفيوم، وهيكون معنا هاتفيا الزميل ميشيل عبدالله مراسل أكسا نيوز في الفيوم. أهلا بك ميشيل، وطمنا على الأحوال عندك. أهلا بك. طبعا هو الطقس النهاردة في الفيوم كان طقس عادي على خلاف المحافظات الأخرى، هناك بعض الرياح الباردة، ولكن كان الجو مشمس والشمس رادعة على مدار اليوم. في هذه الدقائق ظهرت سحب يعني ما بين خفيفة ومتوسطة في سماء الفيوم، إلا أن هناك استعدادات أعلنت عنها شركة مياه الفيوم استعدادا لمواجهة الأمطار وحالة الطقس غير المستقر. وأكد المهندس محمد عبد الكيل رئيس مجلس الإدارة أن هناك إجراءات اتخذت لمواجهة الطقس ونشر معدات التابعة للشركة في عدد من المناطق ومطالع الكباري محافظة الفيوم، ولكن حتى الآن الطقس جيد في كل. حالة الطرق يا ميشيل؟ حالة الطرق طبيعية جدا، لأن ليس هناك أي أمطار على مدار اليوم ولا أي أحداث غير عادية على خلاف الأيام الماضية. لكن على غرار بعض المحافظات، هل في غرفة عمليات تشكلت من قبل المحافظة لمتابعة الأحوال؟ هو بطبيعة الحال هناك تنسيق بالفعل بين شركة مياه الفيوم وبين غرفة العمليات المحافظة للتعامل والإبلاغ عن أي سقوط أمطار أو أي تعامل مع حالة طقس غير مستقر. بشكرك زميلي ميشيل عبدالله مراسل أكسا نيوز في الفيوم، كنت معي هاتفيا. نذهب لمحافظة البحيرة، وهيكون معنا هاتفيا زميلي محمد عبد العزيز مراسل أكسترا نيوز في البحيرة. أهلا بك محمد، وتفاصيل أكتر لديك.
تحياتي لك محمد وتحياتي للسادة المشاهدين. محافظة البحيرة شهدت اليوم موجة من الطقس السيء، حيث هطلت الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المحافظة المصحوبة برياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ليصوب طقس بارد على مراكز ومدن المحافظة مع توقعات استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم. وشهدت مراكز رشيد وإسكو وكفر الدوار وأبو حمص هطول أمطار غزيرة واستمرت لفترات طويلة، ما أدى إلى توقف حركة الصيد والمعديات النهرية وخلو الشوارع من المارة. ورغم موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة، لأن هناك انتظام في الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين. من جانبها كثفت إدارة المرور حملياتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من الرائدة خاصة على الطرق الصحراوي والزراعي والدولة الساحلي. وقامت محافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، حيث تم انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة. أيضا يا محمد، هناك استنفار تام وتواجد مستمر لجميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار. كذلك هناك مراجعة دورية ومستمرة للصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بالشوارع والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. محافظة البحيرة استعدت لهذه الموجة من الطقس السيء من خلال أكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة. أخيرا يا محمد، محافظة البحيرة أهابت بمواطنيها بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات في أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريفية للأمطار، كما أهابت بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية. كان هذا كل ما لدينا يا محمد، وعودة إليك في الاستوديو. لكن أنا عارف محمد أن محافظة البحيرة مساحتها كبيرة، يعني حدود مع محافظة كفر الشيخ وإسكندرية والطريق الصحراوي، طمنا عن حالة الطرق السريعة. بالضبط يا محمد، كما ذكرت خلال المداخلة أنه تم تكثيف الحملات المرورية من جانب إدارة المرور، وتم التحذير من السرعة الزائدة. أيضا هناك يعني انتظام في الحركة المرورية دون تعطيل لأي اختناقات في الطريق، رغم من الأحوال الجوية التي تشهدها الطرق والمحافظة بشكل عام. أشكرك زميلي محمد عبد العزيز مراسل إكسترا نيوز في محافظة البحيرة، تحدثت إلينا هاتفيا من مدينة دمنهور. كل الشكر لكل زملائي مراسلي إكسترا نيوز في المحافظات المختلفة، واللي كانوا معانا لرصد أوضاع الطقس في المحافظات والاستعدادات اللي بيتم اتخاذها للتعامل مع أي سوء للأحوال الجوية لا قدر الله. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد مع إكسترا نيوز.